يجيت. نعم. فكرت بالحكي اللي حكيناه امبارح بالليل؟ ليك ماني حابة إنه الأم وبنتها والولد يلي معهم يرجعوا على بولو وكأن ما في إلهم أهل هون. أمي أمي يمكن عمتي بتحب زبدة الفستق مو هيك؟ أي يمكن بتحبها، روح حطها على الطاولة مشان تبقى تاكل منها. أمي؟ أي قلي حبيبي. قولي لعمتي تضل تجي لعنا وتجيب البيبي معه ويضلوا معي بأوضتي كمان، أنا رح خليه يلعب بسيارتي وألعابي بس يكبر. ماشي يا عمري، أنا رح أقول له. بس البيبي كتير حلو مو هيك؟ كنية تبعه مثل الكنية تبعي. إيه صح، يعني أنت اسمك أوزغور نجدت مثل اسم جدك. الأب والأم بيحبوا أولادهم مشان هيك بيعطوا أسماءهم لأولادهم وقت يجوا على الدنيا وينوروا حياتهم مثلك مو هيك؟ حبيبي. جلسوم يلا بنتي ضبي غراضك خلينا نقوم نمشي، هلأ منقل له ليييت يوصلنا على الكراجات لنسافر. طيب أمي. أمي عابدين إجا لهون مبارح بدو يقلي شي مشان البيبي. الفطور صار جاهز، أمي قال يلا تعالوا في زبدة الفستق كمان. طيب حبيبي لك نجاين. يلا قومي. برأيك اللي عم يصير منيح؟ ماني فهمان ليش مصرين يروحوا على الضيعة، يعني بيصير؟ أصلي؟ فيكي شي؟ لا عابدين، آسفة ما كنت مركزة شو قلت؟ قلت لحسن الحظ إنك موجودة معنا، لو ما كنتي موجودة ما كانت خالتي قدرت ترجع على البيت أبداً. فرهاد ما كان رح يرضى بالمرة، أنا بعرفه منيح شو هالحكي. شو دخل هالحكي فيني أنا عبدي؟ دخلوا أصلي دخلوا، أنت ما بتعرفي شي. ابن خالتي فرهاد تغير كتير من وقت اللي عرفتي، ما بعرف أنت شو قلتي له، بس ليكي كيف هو اقتنع فورا ووافق على الفكرة، ومدام وافق أنه يرجعوا هي لحالة شغلة منيحة. خلينا نشوف إذا رح يرتاحوا بالبيت الجديد، بظن أنه ما رح يخلصوا من حكي الناس ورح يتعبوا كتير لأنه لحاله. الموضوع ما رح يكون سهل بالمرة. ايه معك حق، الله بعتك من السماء لتكوني هون. نحن اليوم هون بس بكرة ما رح نكون. ليش هالحكي هلأ أصلي؟ لأنه هو هيك. يا ريت إجا فرهاد معنا كمان، هلأ خالتي رح ترفض. لو كان ابننا يلي إجا كانت وافقت فورا. فرهاد ما كان رح يقبل يجي، هو عم يتهرب ما بتعرفه يعني؟ بلا بعرفه. اي صح اصلي، فكرت بموضوع حابب لك اياه. استنى شوي عبدي. الو نعم، شو الدواء اللي اعطيتوه اياه؟ تمام خليكن عم تعطوه اياه وانا عندي شغله بخلصها وبجي فورا بعدها. طيب ماشي، شو ننزل؟ فيك تقلي انت شو بدك مني فرهاد؟ انا بحبك بس وهذا اللي بدي اياه، فهمتي؟ انت هيك رح تضل عايش حياتك؟ يعني حياتك مبنية على اسئلة واجوبة، هاد هو كل شي عندك؟ ايه هيك بالضبط. ايه معناتها شرف جاوبني على كل أسئلتي. ما في سؤال ما فيني جاوبك عليه يا دكتورة. لكن ليش عم بتدير ظهرك وتمشي؟ أنا رح أفتح. أصلي أهلا وسهلا فيكم،
فوتوا كنا رح نبلش فطور. يلا يلا تفضلوا. مرحبا. صحة وهنا. نحن سبقناكم وفطرنا كله انتو. نحن جينا لناخد الست يتار وجلسون معنا على البيت. ما فهمت، شو اجيتوا تاخدونا على البيت؟ فرهاد قال خليهم يرجعوا على البيت وقال روحوا جيبوهم. هو قال انه ما بيقدر يجي؟ لا مع الأسف عنده شغل، فرهاد مشغول شوي. طيب ماشي، يعني بضل هيك أحسن بكتير. هنيك لوحدكن وما بتعرفوا حدا ولا حدا بيعرفكن، مو هيك أحسن يا جيت؟ قول شي. هنن يلي بيقرروا هالشي. مستحيل، أنا ما رح أرجع على البيت بالمرة. لا تقولي هيك ست يتار، ما عاد قلنا وش نشوف حدا منه، مو هيك جلسو؟ في إلك عين بعد اللي صار ترجعي لهني؟ خالتي ولو شبك، فكري بهدوء قبل ما تاخدي قرار. ست يتار بالنهاية بضل هداك البيت بيتكم، ما حدا بيقدر يطلعكم منه إذا أنتم ما حبيتوا تطلعوا منه. ما بيصير هيك، لا تديري ظهرك بهالبساطة وتتركي كل شيء. خليهم يعدوا لحالهم ويفكروا شوي، إذا فكروا على رواق يمكن يغيروا رأيهم. بصراحة أنا ما بدي روح لا على بولو ولا على غيره، مع أني بعرف أنه أخي ما رح يطلع بوشي. طيب أنا عندي فكرة، بيت أبي فاضي وتحت أمركم، أنا رح أخذ جلسوم لهنيك إذا بتحبوا، بعدين منشوف. ليك عبدي، أنت روح مع الست يتار، وأنت جلسوم فيك تضلي ببيت أهلي قد ما بدك، أنا كمان بدي ريح أعصابي، بروح معكم نرجع وقت بدك، شو رأيك؟ والله ما بعرف. حل كتير منيح، كتير منيح. يلا فوتي جوا على الصالون. بيتكن حلو كتير أصلي. ايه هاد بيت العيلة أكيد رح يكون حلو. أنا ما بتذكر بيت أبي بالمرة. أصلي؟ نعم. أصلي أنت تخانقتي مع أخي مرة تانية، مشان هذا السبب نحن أجينا لهون. نحن أجينا لهون كرمالك أنت، مشان أنت تكوني مرتاحة، ماشي؟ فرهاد هاد هو ما بيتغير، إذا قدر يضبط حاله ويكون إنسان هادي يمكن نتفاهم بالمستقبل. شو رح يصير بهالحالة؟ شو رح يصير بشو؟ فيكن؟ أنتي وأخي فرهاد؟ أنا مثل الورقة أصلاً، بروح مطرح ما بياخدني الريح لأني ضعيفة، بس أنتي قوية أصلي، ليش أنتوا هيك مع بعض؟ يمكن يكون ما عاد في عنا طاقة تخلينا نتحمل بعض، مشان هيك وصلنا للنهاية. والحب وين راح؟ مو هاد هو المهم برأيك؟ ما بيكفي لتقدروا تكونوا أقوى من كل شيء. إيه صح، أنتي معك حق، بما أنه الوضع مثل ما نك شايفة فحتى الحب ما بيكفي أحيانا، والدليل كل اللي عم بيصير معنا، مو هيك؟ أنا رح أقوم روح على المشفى هلأ لأني المفروض تكون هني، ماشي؟ ماشي. بس أنا كنت حابة أخذ رأيك بشي. جلسوم اتصلوا فيني من المشفى وقت كنت رايحة لعندكم، لازم روح لأني تأخرت كتير. ليكي فينا نحكي شو ما بدك وقت أرجع. طيب خلاص ماشي نحكي، حاكيني إذا لزمك شي.